كلنا زعلانين مثلا على محمد محمود، كلنا زعلانين جدا على محمد محمود، ومن قبلها كنا زعلانين جدا جدا على مؤمن زكريا. محمد محمود ومؤمن زكريا، عارفين محمد محمود روحه المعنوية ارتفعت امتى؟ يعني انا كلمته قبل ما يسافر اطمنت عليه، ارتفعت لما حضراتكم او جزء من جمهور النادي الاهلي، وهو يمثل كل جمهور النادي الاهلي، راحوا عند البيت عنده وكلهم كانوا بيساندوه. هو ده جمهور النادي الاهلي، اي حاجة بتحصل امام حضراتكم هو ده اللي حضراتكم عملتوه، وهو ده انا عايز اقول لحضراتكم ان هو محمد سعيد جدا 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 باللي اتعمل من جمهور النادي الاهلي. حالته المعنويه صدقوني بتفرق كتير جدا جدا، ان هو يتم استقباله او ان الناس تقف له على باب بيته بهذا الشكل. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور العظيم اللي احنا دايما بنستنى ان هو يقف مع لاعيبته بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام، بمنتهى المسانده من القلب. محمد حالته المعنوية مرتفعة جدا جدا جدا. أنا دائما هتكلم مع محمد خلال الفترة اللي جاية، وهطمن حضراتكم، وهحاول إن أنا أجيبه برضه يطمن حضراتكم على الهواء مباشرة. بيقول لي يا كابتن أنا روحي المعنوية عالية جدا، وعايز أرجع إمبارح قبل بكرة، عايز أرجع الملعب إمبارح قبل بكرة عشان خاطر الجمهور اللي جالي ووقف لي وخلي روحي المعنوية في السماء. قال لي أنا كنت متخيل ممكن يجي لي 4 5 6 7، ببص لقيتهم بيقولوا لي جمهور النادي الاهلي واقف بره. جمهور النادي الاهلي واقف بره. فعلا هو ده جمهور النادي الاهلي. مش عارف الواحد يشكر على ايه ولا على ايه ولا على ايه، الحقيقه حاجه محترمه جدا جدا جدا. الواحد لما بيعمل حاجه، ومن قبلها اهو اشكرك يا سمير، ده قبلها مؤمن زكريا وارتفاع في الروح المعنويه بشكل مش طبيعي. والجانب الاخر من الشاشه هو برضه محمد محمود ومساندة محمد محمود من قبل جمهور النادي الأهلي، ودي عظمة جمهور النادي الأهلي. مساندة لعيبة النادي الأهلي من جمهوره أعتقد إن هي شيء رائع جدا، والحاجات دي ما بتلاقيهاش عند ناس كتير. والله أنا لا أقصد شيء، ولكن ياما شفنا ياما شفنا، ولكن عمرنا ما شفنا زي جمهور النادي الأهلي. ياما شفنا ولكن ما شفناش بيساند، جمهور بيساند لعبته بهذا الشكل، جمهور بيحب لعبته بهذا الشكل، جمهور بيقف ورا لعبته بهذا الشكل. عشان كده أنا فهمت كلمة الكابتن خطيب دلوقتي، فهمت كلمة الكابتن خطيب اللي بيقول لي، يعني زي ما قلت لحضراتكم إن أنا بتحايل عليه بقالي 3 شهور إن هو يكون معايا حتى على التليفون، قلت له يا كابتن على التليفون، مش معايا في قناة النادي الأهلي، يطمن جمهور النادي الأهلي. ولكن أنا فهمت كلمة الكابتن خطيب دلوقتي إن هو الجمهور ده محتاج إن أنا يشوف شغلي، محتاج إن هو يشوف شغلي بس. فأنا فهمت الكلمة دي دلوقتي، فهمتها بعد ما شفت الفيديو بتاع محمد محمود، ولما طبعا كانت مسانده لمحمد محمود، وايضا الفيديو بتاع مؤمن زكريا ومسانده مؤمن زكريا بهذا الشكل. عرفت قد ايه جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي كلنا بنستنى وكلنا بنشوف، ودايما بتلاقي جمهور النادي الاهلي بالمناسبه في المحن قبل الفرح، في المحن بتلاقيه واقف اكتر كمان من الفرحه. ممكن يفرح في البيت، يفرح لما يبقى في فرحه، وهي كتيره الحمد لله، وان شاء الله تبقى كتيره خلال الفتره اللي جايه. انا النهارده الفيديو بتاع محمد محمود انا شفته اول امبارح، ولكن النهارده تحديدا حبيت ان انا اتكلم عنه، لان امبارح الحقيقه ما كانش في وقت ان انا اتكلم عن هذا الموضوع.